يسعد لي مساكم جميعا. جاء على بالي اليوم اسوي كنافة جبن مع فنجان القهوة. عندي هنا كنافة قلبتها مع سمنة وزبدة من قبل ومفرزنة وجاهزة، بطلعها وقت ما بدي. وهاي الجبنة اللي هي هادي هي بجيب تنكة يا جماعة وبشيلها من المية وبفرزنها وبطلع قد ما بدي وقت ما بدي. هادي هي طبعا فككتها كده بتتفكك، نقعتها بمية 5 دقايق وكبيت المية ورجعت نقعتها بمية 5 دقايق وصفيتها منيح منيح من المية. دائما بتسألوني عن نوع الجبن، هذا هو، انتبهوا منيح، هذا هو بتلاقوه في السوبر ماركت ومحلات المنتجات الشامية وهالأماكن. في الصينية حطيت معلقة سمنة مع صبغة كنافة. أحيانا بحط الصبغة هنا على الكنافة، بس الأسرع والأسهل هيك، وبالنهاية راجع لكم. راح افرد الكنافه بالصينيه، بعدين احط عليها الجبن، وبعد الجبن راح احط عليها شويه قشطه بتطر الجبن وما بتخليها تنشف، وارجع لكم. يا ربي يا ربي راح اصير دبه، مش بنتو. المهم انا عندي اهم شيء الاكل، انا مش عندي اكل، انا علاقات زواج، انا اتزوج اكل، انا في مطعم يبيع اكل احب اتزوج المطعم. معايا على نظام اديها ما ترحمهاش، اسمه كده اسم النظام كده، اللي يقول لك انت خسيت ازاي تقول له ايه؟ اديها ما ترحمهاش، اديها ما ترحمهاش. انا سلاله نفسها طيب على الاكل، ما سمعت يطب الجره على امه مو على امه. اها هلا فهمنا، قصدك انه انا طالعه مثلك ذكيه هيك؟ مو مثلي على الزبط، بدك شوي لتصيري مثلي. طالما بالوراثة لازم تكون طالعة مثلك بالضبط، ولا ما ورتيني كل شيء؟ كل إنسان بداخل الشخص يبحث عن اهتمام، إلا أنا داخل الشخص يبحث عن البلعة والأكل. خصومات تصل حتى 60% على العديد والعديد من الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية في أكثر من 50 فرع في أنحاء. اشغل تمك بالاكل احسن ما تشغل تمك بالقال والقيل، خلي يزيد وزنك مش احسن ما يزيد ذنوبك. الشيرة لكنافة الجبن لازم تكون سخنة علشان تضلها الجبن تتمطط، فراح اسخنها انا مجهزة من قبل. سيبنا الوقت يعدي اوام، ما حسبناش اللحظه الجايه. هات الكره مره اخرى لمصلحه الريس، يلعب الكره جويل ماتيب، بوزيشن تدريب نتحدث على 60% من